باسمي وباسم دار المطار الدامس ترحم على اللواء عبد الفتاح يونس احد افراد القوات المسلحه الابطال. ترحم عليه ان شاء الله اليوم المبارك ان شاء الله الاخوه لم الشمل الاخوان في الخماده لا ان شاء الله الاب ربي ان شاء الله يلم الشمل ويلم الاخوه ان شاء الله ربي خلاص.